اللي دفعني أقدم وأشارك في عملية الفارس الشهم 3 في تحديدا في المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة، هو التخفيف من معاناة أخواننا وأشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة، ونحاول قدر الإمكان نقدم خبراتنا ونقدم اللي بنقدر عليه بإذن الله من عمليات، من علاجات، من أدوية، من عمليات، نخفف عنهم معاناتهم جسديا، مرضيا، نفسيا، بالكلمة الطيبة، بالكلمة الحلوة. واللي تعلمناه كمان دولة الإمارات، دولة التسامح، دولة العطاء، نحاول الواحد قدر الإمكان يقدم اللي بيقدر عليه وما يبخل على أي حدا من أخوان المسلمين، أخوان العرب، أخوان المحتاجين للعلاج بخبرتنا وبمجالنا وباللي بنقدر عليه بغير مجالنا. المرضى اليوم طبعا شفنا معاناة، شفنا ألم، شفنا عمليات، شفنا حالات ما شفناها أبدا، حالات متنوعة، من حالات شديدة، حالات متوسطة، حالات خفيفة، عالجناهم الحمد لله، قدمنا اللي بنقدر عليه، تعلمنا خبرات جديدة بالمشفى بإذن الله نقدر نفيد فيها أشقاء آخرين في دول أخرى، وإن شاء الله نرجع الإمارات كمان نقدر نفيد فيها أخواننا الموجودين في الإمارات، ونحاول نرد جزء بسيط من اللي قدمت لنا دولة الإمارات العربية المتحدة، حكم أنه ربينا فيها، عشنا فيها، درسنا فيها. أنا من جهتي تعلمت ودرست وربيت دولة الإمارات، مقيم فيها أكثر من 30 سنة، فبإذن الله نكون ردينا جزء بما أنه بسيط في هذه المشاركة.